قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خاوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليوا لنا آراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خاوتي. صحيح، هذا صحيح أنه اليوم إسبانيا تحت ضغوط داخلية من الكونغرس الإسباني وحتى تحت ضغوط خارجية. تصريح سانشيز البارحة كان من ألمانيا ومع يعني المستشار الألماني الذي قال وبالفم المليان نريده وبقوة، أي الغاز الجزائري أو أنبوب ميدكات أو ميد كاتالونيا الذي كان من المفروض هو مشروع يعود إلى 2013. فاليوم تحت ضغوط خارجية خصوصا من ألمانيا قال أنه نريد هذا الأنبوب أن يصل وأن يكون ربما بديل للغاز الروسي الذي توقف اليوم خط نورستريم واحد عن التدفق لأسباب تقنية، لكن نحن نعلم أنها هي تدخل فيها مصالح جيوسياسية وهي ورقة ضغط كبيرة على أوروبا لكي ترفع الحصار على روسيا، وفي خضم هذه يعني الحرب الاقتصادية، حرب حقيقة هي حرب على الطاقة وعلى الغذاء. فسانشيز الذي فقد بوصلته مؤخرا باتباعه لأطروحات مخزنية عالية عن الصحة، نعرف أن إسبانيا قد غيرت موقفها 180 درجة من قضية الصحراء الغربية، القضية العادلة التي تعتبر قضية تصفية استعمار مسجلة في لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. إسبانيا هي المسؤولة تاريخيا سياسيا وقانونيا عن موضوع الصحراء الغربية. شفنا يعني بعد ربما ضغوط أو ابتزاز مخزني على الرئيس سانشيز، نعرف الحكاية أنه فيها يعني أنظمة بيغاسوس، أنظمة يعني التي عرف بعد بعض خبايا سانشيز، فالابتزاز المخزني لسانشيز هو الذي غير موقفه. الجزائر تتعامل بالثقة، الجزائر دائما منظارها أو نظارتها التي تنظر إلى العالم هي الشرعية الدولية وهي قرارات مجلس الأمن الدولي الذي أقر أن قضية الصحراء الغربية هي قضية عادلة، هي قضية تصفية استعمار وقضية آخر مستعمرات موجودة في إفريقيا. اليوم سانشيز أخذ إسبانيا كرهينة، أحرق يعني ربما الاقتصاد الإسباني، نعرف أن إسبانيا كانت تستفيد حوالي كانت تصدر الى الجزائر 2 مليار دولار من السيراميك وبعض المواد شبه يعني التكنولوجيا وبعض المواد الميكانيكيه. الجزائر كانت تصدر الى اسبانيا 4 مليار دولار، 90% منها هي غاز ومحروقات وبأسعار تفضيلية. الجزائر كانت تبيع لإسبانيا بأسعار ربما أقل 4-5 مرات من أسعار السوق، ونعرف أن هذه الأسعار التفضيلية كانت دائما تحت يعني عقود طويلة المدة تصل بين 8 إلى 10 سنوات. فاليوم الجزائر عندما علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بينها وبين إسبانيا، لكن مسؤولية منها الجزائر دائما هي أكبر ضامن للأمن ودائما توفي بوعودها وبتعهدتها الغازية، لم توقف يعني تدفق الغاز، لكن طرحت أنه سوف تعيد أو مراجعة الأسعار التفضيلية لإسبانيا، وهذا ما جعل سانشيز في ورطة ويبحث عن بدائل. اليوم حتى أن سانشيز كما نعلم أنه ربما ذهب إلى الاتحاد الأوروبي شاكيا، لكن الاتحاد الأوروبي قال إنها قضية ثنائية بين إسبانيا وبين الجزائر، وأنت من عليك أن تتحمل تبعات هذا يعني هذا القرارات المتعجرفة. ومع الحال نعرف أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا وصلت إلى 8 مليار دولار، يعني بين 7 و 8 مليار دولار، ونعرف اليوم منطقة مثل فالنسيا ربما أغلب المصانع تاع السيراميك نتاعها أغلقت تقريبا. إسبانيا تلقت يعني خسائر كبيرة توصل بين 500
حتى 600 مليون دولار جراء الإغلاق منذ 8 جوان الفارق. فاليوم حتى البدائل الموجودة في إسبانيا ربما يقولوا لدينا ربما الطاقة النووية أو طاقة الرياح أو الطاقة المائية، لكن نعرف أن الطاقة الكهربائية التي تنتجها السدود أو الكهرومائية قد نقصت ب40%، لأنه نعرف أن هناك أزمة كبيرة هي أزمة المناخ، أزمة الحرارة، حتى الرياح يعني شفنا أنه هناك ضغط جوي كبير جدا، حتى الرياح اللي كانت تروح لتزويد هذه الطاقة تاع الرياح ربما انخفضت. فالأزمات لا تأتي فرادة لسانشيز، وسانشيز قد هو الذي قطع اليد التي تعطيه يعني هذه الأرياحية وهذه التفضيلية الغازية. نعرف أن إسبانيا كانت هي منصة توزيع الغاز الجزائري، ربما بين 9 حتى 11 مليار متر مكعب من الغاز اللي كانت تتوجه الى اسبانيا ومنها الى البرتغال. واسبانيا كانت تستفيد حتى من اعادة بيعه، لانه اسبانيا كانت تعيد بيع ربما الغاز الجزائري الى وجهات اخرى ربما الى البرتغال. فاليوم هذا المشروع هو ميد كاتالونيا، ميد غاز، الذي يمر من البرتغال الى اسبانيا. كانت هناك تحفظات من فرنسا، هو في حدود يعني التمويل تاعو في حدود 3 مليار دولار، كان ربما يلاقي العديد من ربما فرنسا ما كانتش حابه هذا الانبوب، لكن اليوم تحت ضغوط المانيه وتحت ضغوط ربما اوروبيه سوف سانشيز يعيد حساباته. واليوم البارحه يريد زياره الجزائر متسولا. نعم نعم، لانه الجزائر هي دوله تحترم الاعراف ودوله يعني تمشيها الثقه بين الدول. سانشيز فليعلم انه لا يدير يعني حساب الفيسبوك او الانستغرام لكي يعني يوقف صداقة ثم يرجعوها. اليوم الجزائر تتكلم عن المادية، تتكلم عن الشرعية. منظور اليوم الجزائر، نظارة الجزائر الى العالم هي الشرعية الدولية وهي قرارات مجلس الامن. نعم، فاليوم سانشيز عليه ان يعيد النظر في قراراته التي كانت تحت ضغوط نعرف التهديدات وابتزاز من الطرف المخزن. شفنا تظاهرات في عند الشعب الإسباني، وتظاهرات أخرى من جانب الكونغرس الإسباني. نعرف أن ربما هناك انتخابات في مطلع 2023، فربما يريد لعبة سياسية سانشيز من أجل زيارة الجزائر، من أجل أن يعيد هذه العلاقات الاقتصادية. لكن الجزائر لا تريد علاقات بمثل علاقات مراهقة. دعنا نقول اليوم المشكل في أوروبا هي في سياستها، يعني نشوفوا يعني رئيس حكومة سانشيز الذي يعلم أن الحجم، أن الجزائر لاعب محوري، أن الجزائر لديها دور استراتيجي طاقوي. الجزائر تزود إسبانيا تقريبا ب40 حتى 50% من احتياجاتها الغازية، فكيف يثير هذه الزوبعة أو هذا الخطأ الجسيم؟ نعلم أن إسبانيا هي مسؤولة قانونيا وتاريخيا، هي التي كانت مستعمرة الصحراء الغربية. فاليوم عليها أن تعيد حساباتها لكي تعيد يعني العلاقات الاقتصادية الجيدة مع الجزائر، وأن تبعد يعني الشبح، لأنه اليوم إسبانيا وأوروبا تعيش شبح كبير. شفنا مثلا الشهر الماضي قد أعطوا أوامر في إسبانيا من أجل يعني إنقاص الكهرباء والطاقة الكهربائية بعد الساعة 10 ليلا. شفنا حتى المنظومة التبريدية ومنظومة التدفئة عندها يعني كاين صرامة كبيرة. واليوم كاين انكماش كبير تعيش إسبانيا وفي الحال اليوم الطاقة ما زال الإنسان يعني الحضارة الإنسانية ما زالت تستعمل الطاقة الأحفورية اللي هي البترول والغاز والفحم، خصوصا الغاز، لأنه الغاز هو أنظف الطاقات الموجودة حتى الآن في انتظار الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر الذي يحتاج ربما إلى استثمارات كبيرة. فاليوم الجزائر تورد يعني ربما هي الشريان الحياة الاقتصادية في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. فاليوم إسبانيا أصبحت رهينة لدى حكومة سانشيز الذي ربما أخذها جراء يعني التهديدات والابتزازات المخزنية، هو والشعب الإسباني يدفع الفاتورة. كل هذا رغم الأخطاء، رغم الخطايا اللي يوقع فيها سانشيز، لكن الجزائر يعني الجزائر دولة يعني دائما دولة ثقة، دولة مضمونة، دائما تورد
الغازها حتى في أحلك، حتى في العشرية السوداء الجزائر كانت تورد أوروبا بكل احتياجاتها الغازية، مع أن كل هذه سانشيز قد خرب يعني إسبانيا اقتصاديا وسياسيا، لكن ما زالت الجزائر تورد إسبانيا، الجزائر ما زالت تحترم يعني هذه العقود طويلة المدى، لكن في إطار اليوم سوناطراك قالت بالفم المليان أنها ستعيد يعني جميع الأسعار، مراجعة كل أسعار يعني مع كل الدول يعني إيطاليا فرنسا إسبانيا البرتغال، في إطار يعني أن تكون هناك يعني مردودية أكبر، أنه نعرف أن أسعار الغاز زادت بعشر مرات إذا يعني قارناها بالعام الماضي، أسعار البترول وصلت إلى 105 وصلت في منذ شهرين إلى 120 دولار. اليوم إسبانيا يجب أن تفهم، أو الحكومة الاشتراكية يجب أن يديروا ضغط على سانشيز من أجل العودة في قرارته، لأن الجزائر نعم الجزائر تفتح كل أبوابها لكن في إطار الشرعية الدولية، في إطار قرارات مجلس الأمن. الجزائر تريد تعزيز الثقة، الجزائر تتعامل بالثقة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.